هذه هي إذن سهرة هذه الليلة من القاهرة مصر. أنا جيتلك والشوق غلاك مديلك بيك بعنبك، أنا جيتلك والشوق غلاك مديلك بيك بعنبك. وسماك وبخلقك هنا ولا هناك، واقول سبحانك ذولاك اقرب من روح للاجسام. صار ليخرج على شواطئه وحواليه حضارة اخرى اكبر واجمل وأروع. هذا واحد من فناني مصر المتميزين التقينا به على بحر النيل ليقول وليتحدث عن النيل. وطبعا النيل ليه دور كبير قوي، وده أنا ملاحظه في شخصية الوالد الله يرحمه، خصوصا أنه هو كان قاعد بيتنا في القناطر الخيرية. فالقناطر تعتبر مدينة من أجمل المدن الموجودة على النيل في مصر. يعني كنت لاحظ أن أي تجهيز لشغله أو أي حاجة في شغله ياخد ورقه وحاجته ويقعد شاليه على النيل في القناطر. كان من ضمن الحاجات اللي افتكرها كويس قوي وكان ليها أثر عليه كان مسلسل مبروك جالك ولد، كان بطولة الفنانة نيلي ومحمود عبد العزيز، وقعد في 4-5 أيام كان مخلص المسلسل كله من ناحية الديكوباج ومن ناحية الأفكار. المونتاج الحلو مش بس إن أنا منتي السريع، يعني ده ما أحب مع البني آدم عادي جدا. ده أنا بدأت الحمد لله إن أنا أتلاشاه، وده واضح يمكن في أغنية كامل الأوصاف للفنانة ليلى غفران. أغنية دي عبارة عن كانت مدتها 12 دقيقة، سببت لي مشكلة كبيرة جدا إن أنا أغنية محبوبة، أغنية محفوظة، أغنية مش سهل إن الناس تقبلها من أي حد غير عبد الحليم حافظ. غير كده نفس الديكور اللي أنا صورتها فيه كنت برضو مش مرتاح، حاسس ان انا طب اصورها خارجي، طب اصورها داخلي، طب اعمل فيها ايه. انا محطوط في معادله صعبه جدا في اغنيه بالذات زي دي. فالحمد لله لحد ما ربنا وفقني فيها وبدات ان انا اصور لها حاجه عباره عن اسلوب رومانسي جدا، ديكور واحد، مكان واحد، حاله نفسيه معينه للمطربه. حركت المودلز والشخصيات اللي معايا باسلوب فيديو كليب، وفي نفس الوقت مش فيديو كليب اللي احنا معتمدين عليه. هل تعتقد انه اولا هناك الان عودة الى الطرب في الاغنية؟ هل تعتقد انه هذه العودة ممكن ان يكون لها تأثير ايجابي على الفيديو كليب كصورة؟ طبعا طبعا طبعا، ده اساس. وبعدين اساس الكلمة واللحن هم اللي بيحكموا فينا في التصوير. يعني انا مش ممكن تبقى اغنية عندي رومانسية وهادية ونعمة وعملها فيديو كليب سريع. الفيديو كليب مش لازم يكون قطات سريعة ولازم يكون حاجات ليس لها علاقة بالموضوع،
لا انا ممكن اعمل فيديو كليب كويس مريح للعين، في كادرات مرسومه، في كادرات تتشاف، اريح عين المشاهد، يتمتع باللون، بالاضاءه، باللبس، كل دي عناصر من اهم العناصر الموجوده لنجاح اي اغنيه. لكن في اللي احنا بنشوفه بيتصور او اللي احنا بنشوفه في الفتره الاخيره ان حاجات ليس لها علاقه بالموضوع، لا انا شايف لون، ولا انا شايف شخصية، ولا انا شايف عبال ما الكاميرا بتوصل للمطرب الاقي قط تاني، فلا شايف المطرب ولا شايف اللبس ولا شايف اللون ولا شايف اي كادر جمالي. ليلة اخرى من ليالي رمضان بالقاهرة تأخذنا الى مسرح السلام، حيث تدور احداث مسرحية الجنزير. والجنزير مجموعة من المع نجوم السينما والمسرح والتلفزيون. الفنان خالد النبوي الذي عرفناه من خلال العديد من المسلسلات التلفزيونية، وعرفناه خصوصا في فيلم المهاجر ليوسف شاهين الذي عرض في الدورة الأخيرة لمهرجان قرطاج السينمائي. الجنزير أيضا الفنانة الكبيرة مجد الخطيب، والجنزير كذلك مع الفنان القدير عبد المنعم مدبولي. مشاهد من هذه المسرحية، كواليس مع الفنانين ولقاءات مع هؤلاء. اسمه كتكوت الأمير، يعني تخيلوا فن ومزيكا وفيها كتاكيك يعني، ومدام في الفن كتاكيك وحمام ويمام فيبقى على الفن السلام. تخيل يعني برضو كلمني عليها الأستاذ عبد المنعم مدبولي، تحية للأستاذ عبد المنعم. وكانت العناصر الوطنية التي استقبلت بباقات الورود ترد بدورها على تحية الجمهور رافعة علامات النصر في كنف الشعور بالنهضة والاعتزاز بأداء الواجب منيرة إجا شوي. وتقديرا لهذه النجاحات والتألق على الصعيد الإفريقي، هتفت الجماهير بحياة تونس ورئيسها راعي شبابها وسط أجواء احتفالية على أنظام الفرق النحاسية والشعبية ووسط الوطنية النسوة. صح شريبتك عايشك ما كنتش تتصور المفاجأة هذه. مش بالشكل هذا بالطبيعة. أنا سعيد جدا كل مرة ما شاء الله في كل وين نجي للقاهرة تبارك الله نلقى لطيفة متوجة بنجاح جديد، وهذا أمامي نجاح من آخر نجاحاتك اللي هو أوسكار الشرق الأوسط الفارس الذهبي للفنانة لطيفة. طبعا نهنيك ونعتبره شهادة لنا الكل وجائزة لنا الكل. هذه الجائزة ما هي بالضبط؟ هو استفتاء جماهيري قامت به الإذاعة الكبيرة إذاعة الشرق الأوسط، والحمد لله الناس اختاروني أني أنا مطربة 95، والأستاذ عبد الهاب محمد شاعر 95، وعدة زملاء آخرين وزميلات في كل المجالات، في التمثيل وفي الأدب وفي الفكر وفي الصحافة وفي عدة مجالات. وكانت كان حفل كبير أقيم في أوائل شهر يناير، وسيادة الوزير هو اللي سلمنا، الأستاذ محمد صفوت الشريف طبعا هو اللي سلمنا الجوائز. وكانت حفلة كبيرة أقيمت وأذاعت على الهواء في القناة الفضائية المصرية، وأنا شرف كبير برشا لي أني أنا أتوج بهذه الشهادة، و يعني هذا فخر لي، حاجة نعتز بها برشا في مصر الحبيبة. وهذا يبينني مدى صدق قوميتنا العربية، أنه تونسية أو أي جنسية أخرى لا يمنع أني أنا أخذ هذه الشهادة. والحمد لله أشكر جمهوري طبعا وكل من رشحني لهذه الجائزة. الحق حق أكون في قلبك الأولى. من بعد كل هذا النجاح ما فماش شك أنه القاهرة ومصر وشعبها هو وطني الثاني. مصر بطبيعة احتضنتني وشجعتني واعتزت بي بكوني تونسية، وشعبها وجمهورها قدمني أحلى تقديم في مصر وللعالم العربي كله. فنانيها، شعرائها، موسيقيينها، ملحنينها،
وسائل اعلامها، تلفزتها، اذاعتها، شعبها البسيط الصادق حب لطيفه وشجعها، يعني حطوني في احلى اطار ممكن انا نتقدم به لوطني تونس ولوطني العربي ككل. قرطاج احلى ذكرى بالنسبه ليك في 95؟ طبعا تمشيت. شوف قرطاج قد ما نتكلم عليها شويه، يعني حفلات قرطاج قد ما نتكلم عليها وعلى جمهوري العزيز الغالي اللي لطيفة تبدي بكل قلبها وروحها، هذا الجمهور الراقي وهذا الجمهور المعطاء وهذا الجمهور الحساس جدا. عمري ما ننسى انه كان جمهوري يغني معايا كل الاغاني من اول حرف لاول لاخر حرف فيها. ما شفتش في حياتي جمهور هذا بجد، يعني انا فخوره جدا بالحفلتين اللي قدمتهم في قرطاج، ويمكن من اكثر الحاجات اللي اسعدت الاستاذ عبد الوهاب محمد انه قال لي انا توا تهنيت، انا توا اطمنت عليك يا لطيفه بعد ما شاف نجاح مهرجان قرطاج وشاف نجاحي في بلادي الام ووطني ومسقط راسي وشعبي اللي انا تربيت فيه واللي شجعني حتى اوصل للي انا وصلت له. يعني انا بدون جمهوري في تونس بالطبيعه ما كنتش نحقق اي حاجه. لطيفه، عاده التلفزيونات العربيه عموما والفنانين بصفه عامه كذلك يستعدوا لرمضان باعمال جديده تطلع في رمضان. اكيد. لطيفة الفنانة الآن، هل استعدت مثلا بعمل جديد ليعرض في رمضان؟ اي طبعا لازم، يعني انا مجموعة اغنيات اللي صورتها في تونس الحمد لله انها كملت وكملت في رمضان وشافها الجمهور المصري في رمضان وفي تونس طبعا باش يشوفوها ان شاء الله معاك طبعا في الفرصة هذه ان شاء الله قدرة ربي. فكنت مهيئتها يعني يمكن واخيرا ذاعت قبل رمضان، لكن الحق حق والموضوع منتهي. نزلوا في برامج في رمضان لازم، لانه يمكن اكبر وقت يقضيه الجمهور قدام شاشه التلفزه في رمضان. جمهوري العزيز طبعا اللي انا نحبه واللي نفديه بروحي ونفديه بكل ما عندي في حياتي، لكل تونسي نقول له استمتع بتونس لانه فعلا بلادنا حلوه وناسنا حلوين وارضنا حلوه وجونا حلو، فلانه ما يحسش ببلاده وبناسه واهله الا اللي يعيش بعيد عليها. فنقول له استمتع بتونس، استمتع بكل لحظه فيها، بكل شارع فيها، بكل ما فيها حلو، لانه فعلا قد ما نتكلم على بلادي شويه. نقول لهم إن شاء الله رمضان مبارك عليكم، وإن شاء الله يا رب العيد زيدا مبروك عليكم، وإن شاء الله دائما ولاد تونس رايتهم مرفوعة دائما،